السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شكرا لزميلي في المباراة متابعينا في كل مكان دي برانس، تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات البيان. هذا هو الشعار يدخل به في هذه المباراة من أجل الإطاحة بالعاصمة الباريسي وبالتالي مواصلة حملة الدفاع عن اللقب. دانيال أورسات والحكمانيا يوريان دراكسلير 23 نيمار 10 ويمشي مبابي ومبابي 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 مرة جانبية، أول كرة باريسية وأول انتبه بالان إرهاب وتعبان بابي ينسل مبابي ولكن الراية ترفع. هنا الطاقم إيطالي ودانييل أورساتشيا بالنسبة للفريق البافاري ولكن المدافع يتدخل مرة أخرى. مهارات نيمار مع البداية، هنا التمويه من نيمار يكسب دفع الاستلام حتى لتشوبو اللعبة كومان والكرة خطيرة. توماس مولير في عملية الصعود يتحول في كثير من الأحيان إلى مهاجم. مبابي مرة، مبابي مرة، مبابي مرة، خطيرة جول. دفاع يدخل فيها راية وفيها تسني قريبين جدا من كيمبيمبي ودانيلو. افتكاك الكرة فيها صافرة، نعم خطأ موجود وبالتالي لدينا ضربة حرة. التدخل كان واضح في حق اللاعب نيمار. هذه الإعادة مجددا، صراع بين دافيد ألابا وكذلك اللاعب يمكن التوقع كان هو دخول اللاعب فلورنسي خارج الميدان ومعاناة داخل الميدان وبينما انطلاقة بينية كرة دانيلو بيريرا يقطع في نهاية المطاف في خطأ. نعم ديفيز يبقى التوازن دي ماريا في خطأ. نعم في مخالفة، كان تدخل من طرف اللاعب ديفيس الذي دخل بالمناسبة احتياطيا في لقاء يذهب بينما أنخيل دي ماريا يطلب. هنا تكمن الخطورة بالنسبة للباير بينما دي ماريا ونيمار مرر خطيرة وجول في مساندته للاعب عبد ديالو مرة كومان والركنية. نعم الركنية، نعم دأكبا كافية المتردية. مبابي ينادي مبابي اليسرى انه يخرج بين مدينة قصاني وصاني جول يا صاني يا صاني يا صاني. التحضير من مسيرة الباريسي بينما كرة فرصة يا كيميش، كيميش مرة أخرى كما كان الحال بالنسبة لصاني. الوضعية ممتازة والرؤية خطيرة ونيمار نيمار ومبابي نيمار ومبابي ديمار يا نيمار. هنا المراوغة ممتازة نيمار الحكم يقول فيها ركنية. الحكم لعب نيمار تلعب للعرضية ونافاسيا ديماريا ديماريا فيها وضعية تسلل. نعم كان متقدم مبابي، كان متقدما المخرج سمايلا. لا أعتقد لا أعتقد لا أعتقد أن فيها تسلل. مولير خطيرة وخطيرة جول البايرن عن طريق اللاعب تشوبو موتينغ. عاودها مرة أخرى سيرة واللاعب داكبا داكبا العرضية العرضية وبعد ذلك التدخل مرة أخرى. إذا سنشاهد الركنية في المراوغة. مبابي مر مبابي مرة جانبية مرة جانبية والحكم جديد كرة أمامية بعيدة بعيدة تماما مباشرة تخرج إلى الجانبية. لعب انطلاقة ممكنة تسديدة ممكن تسديدة هي نافاس نافاس يمنع هدف ثاني دافيد ألابا. كومان دخل كومان والعرضية مبابي راوغ مبابي تدخل من الدفاع التدخل في هذه اللحظات والحكم كذلك يوقف اللاعب دانيلو بيريرا ونزلت الفرصة مرة جانبية. بدأها قويا البافاري روم بدنا شباب تحدي قبل انتهاء الروم نوصلها الى 200 لايك. هذا تحدي لكم الناس الموجودين معنا في التعليقات واي واحد بده يدخل معنا في الروم القادم يكتب لي فقط بدي ادخل. اوه ايش هذا يا اخوان؟ ايش هذا يا حبيبي؟ ايش هذا؟ والله عيب والله هذا اسطوره والله. لا ايش هذا يا حبيبي؟ ايش هذا؟
ايش هذا يا اسطورة؟ الله عليك يا حبيبي يا انخيل، انخيل اسطورة تسطير بسرعة التلاقة بسرعة الاتشوتات. هل هو مجنون ام هو هاكر ام هو محترف يا سادة يا كرام؟ خلينا نشوف، خلينا نتمتع. هيمو هنا موجود يقول انا الذي سافوز بالبويا، اما صاحب الكيلات فيقول انا صاحب البويا، لم احصل على 5 كيلات حتى اعرف اني سافوز بالبويا. اما سيفن، سيفن هنا موجود، يلا يا سيفن انا مهارتك يا اسطورة، خلينا نشوف. انخيل، انخيل اوهو لوكو، لوكو سرعة الحركة، لوكو سرعة الطلاق، خلي بالك يا غالي كأن شاف مكانك، كأن عرف زمانك، خلي بالك لوكو، لوكو ماذا سيفعل؟ سيفن، سيفن هنا موجود من بعيد يقنص، خلي بالك يا غالي، ثلاثة اساطير، ثلاثة مبدعون، ثلاثة مقاتلون، فمن سيفوز الليلة؟ أو من سيكون البطل يا سادة الكرام؟ تحدي للناس الموجودين في تعليقات، وصلوها إلى 200 لايك قبل انتهاء الروم، قبل انتهاء الروم ستنتهي لا، خلي بالك يا غالي، خلي بالك، صاحب أكثر عدد كيلات في خطر، صاحب أكثر عدد كيلات في خطر، خلي بالك، لوكو بالقنابل يقوم، أنا موجود، أنا البطل هنا، أنا الأفضل. دمج او لا لا، خلي بالك يا حبيبي لوكو، ايمو ايمو تلفان بحال وكل الخبز. يلا يا حبيبي خلينا نشوف من سيفوز، من سيكون البطل الليله او من سيكون الافضل. هو من بعيد، من بعيد يقول انا موجود، من بعيد يقول انا البطل، انا الافضل. يلا يا اساطير باقي 16 لايك كما قال لكم زيد اللي مش عمل لايك، انزل اول شيء فجر ابو لايك واكتب لي في التعليقات بدي ادخل في الروم القادمه. فمن سيفوز الليله؟ الخير من الان فساعدا، اذا حصلت على بويا فسنقول لك انت البطل، انت الافضل، فسنكتب اسمك عبر كتب التاريخ، واي واحد بده يشارك او يمثل بلده في بطوله المنتخبات فمرحبا بك يا اسطورتي. بطوله اوهو لوكو بدل فايت بدل حرب، بولالا اولالا كافو يا اسطورة، ب6 كيلات يقول انا البطل هنا، انا الافضل وانا الافضل. هل سيفعل انخيل؟ هل سيحصل على بويا؟ الجواهر تنتظرك يا حبيبي، الجواهر تنتظرك يا اسطورة. انخيل اسطورة تسطير جلاد الجلادون. اما ايمو كالعادة هو خايف، لا ادري ليش يا ايمو انت خايف. هوهو شفتم، شفتم الخوف ايش يعمل؟ خلي بالك يا اسطورتي، خلي بالك، انت مش خايف، انا اضحك معك فقط. يلا تستطيع يا اسطورة، واحد ضد واحد، السيف على الخيل، الخيل لقط كل واحد، وابويا البويا تنتظرك يا اسطورة، خلي بالك سرعة التاج، سرعة الحركة، الزول وراك والعدو امامك، السيف عليها، الضربة الأولى، الضربة الثانية لا، ضربة ولا ضربتين يا اسطورة، خلي بالك. ايمو ايمو انت بويا اسطورة تسطير جلاد الجلادون، بكل تكتيك بكل خطة يحصل على اول بويا.